السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والسرور، صبحكم الله بالرضا والعافية وكل خير، كل ما تتمنون، بلاد عليها رضوان من الله. هي نعم، شيء جميل انك تصبح تشوف الخضار والطبيعة والعمران والتطور وكل شيء فنان في آن واحد، على مرمى النظر، مرة مثل ما تشوفون حين الدنيا كلها قدامك، مناظر جميلة وعمران وخضار وزراعة وحدائق وزيرة زيرة 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 وأشياء شعبية، وكله في بلاد وحدة، من يبل بحر ونهر وسهل وكله كل مكان واحد، فنانة هالبلاد ومبافجة أسعارها وكل شيء تلقطه راعية. وأخير ما في الوضع إن هالبلاد هاي تروم تتعايش بها ومعاها على كل الأحوال، إن جيت وأنت من الكمبانية الكبار وإن جيت بوية من الكمبانية الوسط الوسط وإن جيت لا تايد ولا تعلم، وإن جيت بعد مرابع حد، وإن جيت بوية متعلج، وإن جيت بوية مرابع، وإن جيت بوية تتمشى ويا حد، وتروم تسير وتي من غير ما يكون شيء تكاليف وايدة. البلاد فنان ونظيف، وكل إنسان يروم يتعايش ويا الأسعار اللي المتاحة فيها البلاد، ترومتي وتتبضع وتاخذ صوايغك وتاخذ أبويه هداياك وبأسعار رمزية، يعني كل شيء كل شيء عندهم موافج، الأكل موافج وكل شيء موافج على حسب، مثل عندنا في تقدر تصير مطعم تجيب تاكل فيه بعشرين درهم وخمستاشر درهم، وشي مطعم أبوي تأكل فيه حتى بخمستاشر ألف وبمية وخمسين ألف، كل شيء كل شيء موجود، وشي مهتمين في البنيان بطريقة غريبة عجيبة، أشكال شي شارات قلم القدو، شي شارات البرمة، شي شارات الغوري، شي شارات ليحلة، شي شارات الأبجورة، شو شي موجود، كل موجود، حتى شارات مطعم الدبس شي شارات المشارب مال الدبس شي بقولكم شارات جذور الفخارة بعد شي، ما شي بنيان ما بمسوين عليه شي شابه لو شياته. سبحان الله، شو هالحديقة اللي تشوفها قدامي يا غير أبدل، تحرات دوري من الكبار، دوري بالدواري الكبار، لو مشلخ بعد من الجدام. بقولكم بالنسبة للمطعم البارحي اللي جيناه هذا، كم عاد فتش عاد الحين ما أتذكر اسمه، مطعم سنغافوري جامبو كراب جامبو او شرم جامبو، نسيت شو اسمه، المهم ترى اكله في منتهى الروعه وممتاز، الغالي هو القبقوب، الغالي هو القبقوب، قبقوب عادي يعني مش الانسان كله ولا ما كله ما يطول العمر حينه، انا ما دريت منه النمون السعر ولا، والله العظيم والله ما طلبته قسم بالله العظيم، انا ما بمينون اطلب قبقوب قيمته 1800 درهم، والله يا ابوك لو بيعطوني بعدالي ذهب، لو عندي مال ما يحصى لا انس ولا جان، مستحيل اطلبه، لكن سبحان الله ما انتبهت للسعر، والله ما انتبهت للسعر، ما انتبهت له، ما عرفت انه بيغلي هالكثر، حتى زغت، لكن ما علي، غلطة الشاطر بلف. هذا اولا، وثانيا الله يحفظكم، اسعاره كلها موافجه، كله رخيص يعني، بس الغالي هو القبقوب، اكيد القبقوب غالي في الإمارات، في أمريكا، في البحر، في البر، في كل مكان القبقوب غالي، والربيان غالي، هم الربيان عيد بعد يقولون أغلى، لكن أنا يوم أسير ويا معزوم ويا حد معزوم عند حد عازمني، نعم أني أطلب ما خلي شيء ما أطلب أطلبه يا خير، يوم على من كيسي لا والله ما يهون علي، ما يهون عيل، أنا ما بخيل، لكن سبحان الله ما أحب أحط سمونه في شيء ما له معنى، هي ما عليه بموت بخاطري ما علي، لكن شيء متاح دوم ناكل منه واطلب بهالجيمة لا والله. فكرة هذا سعر القبوب حتى في الإمارات في أي مطعم عالمي يكون هالنمون سعره، عايب إني أقول لكم اللي هاي عايبت إني هالبناية غير قلم القدو، قلم مال القدو يكون بعد القدو مال أبو زار مسوي له شناشل وكراكيش وعلم وخبر من فضة مسوي له
هاي الدناديشه اي والله يكون هالابو الكبار يعني دخون قدو ويجلس ويتفيزر وينش حد يعني ويخد ويبكر له القدو ويجيب لا ويعمر له اياه ويعطيه ويدوخ وهو هو جاي على يم يعني هالنمونه هذا الوضع. زين الحين يا وقت تلجيم الدله. انس في وفي فوح شربه فوح دله يطلعون هاي الدله من اللي يفوح معها حطوا القهوه اللي هي عباره عن سته هواشيج، ست هواشيج بالضبط. هذا قياس الدله العوده هاي من الاثنين. طبيعي ما يضم ابويه بزار الدله هاي، فانا تبزلين عينه ومفروض الماء لين هنا. فانا الحين شو سويت؟ لحق عمريها اخوض ابوي الغوري هذا الكهرباء حسب ما يطفح. انطفح ابوي بغرج الدنيا، بتلاحق عمري بهالطريقه مده دقيقه وحدها. يكون يوم بتجل يجلب الغوري الكهرباء ما يفيض عليك فوق يطفح في خيس الدنيا. من يجلب جلب اثنين ثلاث طفوا عنه وخلوها لين تركد وزلوها. الكهربائي مرة زم فوق وقمشها تحوث زي ما زين حسب شو تنزل الفقاعات هاي اللي هي التقميشة هاي تنزل حقي واحيل يطبخ القهوة على غليبة هطبخ 5 دقائق 10 دقائق. هاي حين بعناها القهوة انها زاهبة. التقميشة هاي اللي تشوفونها فوق هاي اعلان الجهوزية القهوة. خلاص اي الحق كلميكم فينا يروغون للفندق. خلاص عاد حين القهوة زاهبة تريها حين على ليه تصير تركد تصفو. وفي هالأثناء تزحب عمرك عادته تحط قنادك. القناد اللي خبره شو القناد؟ القناد هو الهيل. أحط أنا خاشوقة ربع من اللي صار زين، وأحط أبوي ريحة زعفران عبا بريحة تعرفون أنا بعد ما يعيب لي الجليل ما يعيب لي لكل شيء طول كل شيء طول زين. وكم حبة مسمار؟ 3 أو 4 روس مسمار. تصير وتصفو الدلة زليناها على ما تشوفون. هذا عاد الصوت اللي أنا أحبه وايد اللي هو مرة جريب تبتزر الدلة. هذا غرامي هذا الصوت هذا يعيب ناس وايد. أيوة هاي صلاح يدقدق الباب خرب علي الصوت. ها من أنت؟ من أنت؟ خالي. من شو اسمك؟ زيجي صلاح خالدي. شو اسمك؟ صلاح خالدي. بركيك شو تسوي؟ ليش هذا؟ لا 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 متعني ومتصرف متعني ومتصرف شو تبي تسوي؟ هذا اوه يا سلام خيخ وي ترى انا اصل هذا بابي ولا شو صلاح؟ كيف الحال؟ نسبح متى؟ هو ما تسبح؟ لا هو الخيخ سبح انزين هو اللي فتور بعدين وقف يا اخي تريكته صلاح؟ تريكته ولا لا؟ عكير والله زين يلا لا والله دل وزاهبه ابي الله لا يلا الحين ما يبي دق طبول ما يبي دق طبول. يلا غسل فنايل غسل فنايل غسل فنايل زين اصبر 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 قوم تروح ايلس ايلس يا رجال ايلس حبيبي سيت داون. اقول لكم هاي التفاح الباحي هاي تدي جايب لي اياها واحد صاحب صديق كبر القفعه قرمت من هالصبح قرمه ما يازت مثل ما يازتني. انزين اسكت يا ربي منك يبقى حيصل هذا زين. جيتني شرات ال ما ادري كيف يعني ولا جديد وكل شيء غضه لكن سبحان الله شكيت قلت له يكون هم اللي يطعزون هنا بار ودرت والله. ها شو بلاك؟ بكلم بس لا تكلمني خربت علي. حبي خلاب ها خلاب شكرا ابي كنت تجيني زين بيونهم حبيبي انت في الفلاح هروحهم هل بالفندق روحهم يجون يخمون ايوه صح. قال لي جاب البسكوت اللي جاب التفاحه هو نفس اللي جاب هاي لها قويطيات فيه شيء شرات البسكوت بعمل هالتبيح ليله
يزاه الله خير والله. وهذا هذا وايد فنان، شرات البسكوت وهم بسكوت يتخرفش يعني، ها اكل واحد صراحه يلا خيبة. فنان ايه بس صار ما بحقق حقي انا اكل حقك. وهذه قهوته ابيات تنكب سودة بلاكية لا حمراء. انا فنان. انت زمان يعني هو حين ما تبايت قهوة يعني اول سبب ويجع يقول لك اول تسبح عقب ارجع بابا اول صباح كنا حبيب بابا ياخر. لا لا اليوم ما بتأخر، اليوم بنسوق سوق اللحد ساندي ماركت. ها بعد بوقرت ليش؟ ها احد واحد ها شو قلت؟ قلت روح مول اشتري اغراض دوم. يا ايه وين ساير وين وين بتصير والله تي كلم منه وين بيصير؟ هذا اللي بيصير دق على ابراهيم انا خبره. دق الباب دق 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 هاي باقل كان بقى تكلم ما بتكلم اسبح. شو يقول لك الحين؟ شو يقول؟ بليز بسبح. يقول لك بليز بسبح؟ ابراهيم سلمت على ابراهيم؟ طولي ما شوي بسلم عليه. يبي يسلم عليك هو؟ لا لا دي بياخذني قبل ما تسبح بقي. زين يلا هو بيخليك ترى مستعجل. مطلوب علينا نعدها كامل نعدها ولا؟ ايوه شكرا. جاء من جدا البدوعي شرتم مبرد هواه فنيالهم مسبوعي لو في داري غضاه بنن يفك الصوعي ويذكر بصحباه شيل الهند اللموعي على فقره محلاه من ريم ما اخذ نوعي عين وخد وصفاه ويشبه قبن صنوعي ما اخذ منها قطاه ساجد فرض وركوعي واسهابي في الصلاة يا قارين الطوعي عوقي من توشفه تابع هو كل نوعي ليه متخرسع هواه عنق خيار فروعي ولا ضعيف أعداه أداه ها يا رك الله. عرفت شو صلح يا أبو حينة؟ عرفت شو قال حينة هو؟ ميت هي. وهذا وهذاك شو؟ تباب. لا هذا ما بجباب. شو هذا؟ ما هذا بانكيك. بانكيك هي. ثانك يو صلاح. قلت له ثانك يو. لا يلا يلا وين التوقيع عاده؟ وين التوقيع؟ اي ها يا صلاح القبضه القلم اي اليد متخمكره. يلا شو اللي اسم عاده؟ شو اسمك؟ صلاح. لا صلاح الخالدي. الخالدي. ايه ورقم الغرفة؟ 4444. غرفة؟ ايه 444. وين زاير فوق؟ فوق. تحت؟ ايه. يلا شكرا. وين بخشيش عاده؟ انت. يلا قول له شكرا. شكرا. ثانك يو سيس. شكرا. ما سويت له النمونه؟ ايوه عشي ما تعرف. ثانك يو ثانك يو شكرا صلاح. ولكابكم كاب كابكم كراب ما ادري منو. نعم نعم صد طالع هناك. وين تبغى نسير الحين؟ هذا وين؟ هذا شو تبغى؟ من هالحفاة. ايه هذا واحد؟ اها جمع جمع هذا وايد يجمعهم. ايه ان شاء الله. اما قلت له خليني اريد كيف؟ عبد الشهيد؟ ها؟ دمو بكتشرة؟ ها؟ تم خلها حجرة؟ تجمعهن؟ ما بتعقوهن كتشرة؟ لا شو تباهن حق الآخرة؟ المدى بآخرة؟ ها؟ نسو نسو بس انزل شهر انتماع يلا. المهم أبو صلاح مصر إلا أنه يصير اللونش ويجي لسوين في اللونش مال السيجار. وهذه عادة عند صلاح كل ماني ما يطيع يوده الحطبيعي ويعيبه الجلسة الكوفي في اللوبي هذا مال لندن وعلى هالمنوال. الحين خلص كوفي طلب الفاتورة
ولازم تبهنيس هذا هاللي ما يوجه المراد. بنسير الله يحفظكم بالقطار لأن بالتاكسي ياخذ أكثر عن ساعة ساعتين الطريق من كثر الزحمة اللي هي قريب سوق الأحد. لكن نحن صار متأخرين أصلا حاليا بنسير بالقطار. القطار ياخذ 15 دقائق وسمتن وحدة من تشيتلونغ لين سوق الأحد. هم شاهدتنا المحطة القطار متح وحدة تمام محطات ولأنك واصل حتى 10 دقائق ما تأخذ. لكن إذا تسير بالتاكسي تبطي من كثر الزحمة. زي صلاح تعال بنسير بالقطار زين. مشكلة أخاف شيء مشكلة جيدة شيء مشكلة ولا ما شيء مشكلة؟ لا يلا. طريق مش ضلالة تظهر من فندق هذا فندق نهاية اللنتر تقبض هالمشاية تظهر بعدار اوتوماتيك تظهر لين ها هاي محطة تشيتلونغ اللي قدامك. تركب أبوي في القطار ها شو بعد تاير خربان. تركب القطار اللي يصير عكس السير تمام محطاته لأنك واصل في من تشيتلونغ لين سوق اللحد تمام محطات توصل بخير وسهالة لا صدع التكاسي ولا تضيع الوقت. يلا يلا يا الشيبه يلا يا صلاح. هذا قطارنا وصل أبوي سيدة نحن نوصل. يا رب العالم ما شيء مكان أبوي قطار مزور لين عينه سهام. زي شو بنسوي ليه زحام ما بزحام وايد ما شيء وايد زحام وايد وين هابنا وين ما شيء زحام في زحام. صلاح ليش معرق ليش ما تعرف الحين هم ما في قيده ما ابو ياكو. صلاح شو بلا ها الله وصلنا المحطه المراده وين صلاح جاي مدوخ. هاي المحطه الاخيره هذا سوق اللي حد نحن بنين العالم أمة لا إله إلا الله حديقة طولها طول عرضها عرض الحد. وصل القطار لين مكانه أبدا نغمض برج. هالجماعة من وين هالريال ريال من وين صلاح من وين هالريال من بلاد قابوس صلالة ايوه سلام سلام اشتغل بفعل ستة. وين شفته؟ في البحر. وين في البحر؟ في البحر شافك داخل خبز في البحر. الله يحفظك مع السلامة. يسار يسار صلاح يلا ما بطيح متروع ها هاتي تطيح انت تطيح طيح بلاد. هو سوق اللحد يا سوق اللحد يميع الوعيان ويميع الخراسي ها أمم لا إله إلا الله ما ترون تمشي وتثر العالم تمشي وتتطمش ما بلازم الحين تبتي تتشرى ولا تاخذ شيء لا حد من العربي عيب يتفرج الدنيا ترى كلها لفرية يعني تمشي تتطمش تطالع السائر والياي الواحد ليش يسافر يسافر حق ينشنس في الفندق يسافر حق يتفرج يطالع كل شيء. هذا سوق اللحد عندهم سندي ماركت بلاد من كبره تمشي فيه من الصبح لين المساء ولا يعبر له اول ما له اخر. هذا السوق فيه الاثاث فيه الحديد فيه السيايير فيه السكراب وفيه الزراعه وفيه الحيوان وفيه كل شيء والحيوان بين جميع انواعه القطاع والكلاب والثعالب والفيران وشو بقولكم ما في شيء في الدنيا مش موجود عندهم الأثاث الصور التحف ها شو ما بن هني حبيبي من داخل بناخذ جميع أنواع البذور اللي يحتاجونها المزارعين من ورود وشمام وبطيخ وخيار وطحنة الزمان
كل ما يخطر في بالك موجود عندهم، جميع الأنواع، جميع الأشكال، كل شيء كل شيء، كل ما يخطر في بالك. وأشياءهم كلها مميزة، كل قطعة عندهم، الكتب، محلات الورود، محلات، ما في شيء في الدنيا ما تلقط عنه، ثلاجات السمك، أنا أبو هالكبير وحش بضم، ما نضم شيء أبوي، يا المطر، أنا ما تشوفهم، صبي بالمطر، سباهم تحرها مخبوقة، تحرى سباهم مخبوقة، شوي ولنا نتقت الدنيا كلها. لا حول لا قوة، صراحة أبوي دسينا هنا في المطعم. نعم كوي في نصف حنقوش هذا. لعيونك لعيونك خالد الخالدي، شوفه المطعم اللي خبرتنا عنه يا عينا، مدحوق لين عينا، شوف مرة ما شاء الله. كلهن تمطرشنهن، كلهن مطرشن لك اياها، عارف كم الحين مده طويله، مده طويله، ما نقول في خاطري هذا من الرجال يطرش لي الصور. من ينطر؟ اي والله ترك انت، الله يسلمك، والله مرحبا، والله منور من هالعين. نعم هي ما شاء الله عليك، اهلين وسهلين، شو رايك بالمكان؟ والله المطعم، المطعم 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 اللي دليتنا عليه، هي ما عليك، ما عليك، ما الاول ما الاول البارحه، مش الهندي، التايلندي، التايلندي اللي هي اللي في السيام غدينا فيه اليوم، صراحه ما عليه اي كلام، والله صح فيه الرب، لكن مال البارحه زين، كل شيء فيه كالقبقب لحد ياخذه لانه غالي. الحين يوم شفنا سعر قلت حق الحرمه ايش تبين، اكيد مو بحلو هذا. نعم قلت لك اكيد هذا المطعم مو بحلو، يمكن احنا عايزانين من القبقب في بلادنا. نعم انا ما ادري حد شرات لي سوى لي طمس الانظار. لا بس لازم بنسير له بعد هالمطعم، لازم نسير له، بس ما بنطلب القبقب، القبقب لا تطلب، الاسعار كلها عدله. نعم نعم. الرجال شو يقول لك رجال؟ ما بدي انا فحوط الحين مره بنسير، ها بوصل كلاب انا عند خالد، ها ما يبى يبى ولا خبرك، بس بنشرى وبنحوط، بيوديك مساج، بنسير زي مساج ريول، ها ما تبى تسوي مساج؟ الله كريم. قم 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 طلع قم، نحن جايين عشانك هني مره، نحن كنا بالسياره وجينا عشانك انت وعشان خالد. ها شو قلت؟ ها جايين عشانك وعشان خالد. ما بدي. الله يحفظك حبيبي. تمشينا في السوق لكن ما اخذنا شيء، ما شيء، مش قضيه ما شيء، ياز ما لنا بارد حق ناخذ شيء، احس انه محبه يستعمل يعني الناس، والله تاخذ في اشياء وايد حلوه عندهم واسعارهم رخيصه، وافجه رخيصه، فرق بين الوافج والرخيص، رخيص سماهم كله رخيص، والجوده عاليه، جوده كقطان والفينشينج مالهم في منتهى الروعه، لكن ما احب يستعمل الاشياء اللي بناخذها، لو اخذنا كم سنه بسنه اخذ والقط وامزر به الشناط وما حد ياخذ. وافج يعني سعره فيه، يعني سعري وافج كل انسان او اغلبيه الناس، الرخيص يعني البضاعه الجيده لكن سعرها رخيص، هذا فرق بين الرخيص والموافج، فلذلك وين ما تصد تلقط كل شيء رخيص عندهم، بضاعتهم جيده وبالاخص عليهم رقابه، وهم هم اصلا من شيء من شيمهم، من شيم التايلنديين ما يطيعون يسوون شيء مبزين، شيمهم روحهم ما يسوون شيء لزين، روحهم من ذات نفسهم، ان كان اكل ولا شرب، ما عندهم اللي عند البلدان الثانيه اللي هو الغش وما غش وسعر شرق وسعر غرب، لا. الشارجه ما شاء الله، محمد مرحبا بالساعه، ما شاء الله الشارجه، الله يحفظك، كيف حالك؟ الله يسلمك، والله بخير الحمد لله، اخبارك بخير؟ الحمد لله. تعرف هالريال اللي وراي الفنان هذا؟ الله اكبر، بعد خليه يطلع على القمر، الله يحفظك. صلاح تعرف هذا منو؟ الشارجه. شارجه وين تعرفه؟ خالد. ربيع خالد. يا حفظك الله يحفظك. والله يا بيصير عنا القطار. ها ابراهيم وصل. اربع 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 صلاح.
يشوفون الإنسان اللي يحتاج شيء يجلسونه. Thank you صلاح. قلت له Thank you. هذا كابتن صلاح يعلش. صلاح يارس أبوي يعلش لسانه يعني يوحان. وهذا أسد يتصدد معناته بعد يوحان. وهذا أنا الويه متلاوج يعني يوحان. Yes. وهذا إبراهيم أتوقع إنه يوحان. يوحان إبراهيم ولا؟ خفيف خفيف مو بهذاك الصوت. يعني معناته فقط إبراهيم. إبراهيم. شبهك صلاح؟ زين المراد ان ابراهيم هو الوحيد اللي ما بيوعان وايد ونحن ابوي واع فلذلك هو طلبنا الغداء جينا من سوق اللحد ما رمنا نمشي مطر صبيب وشردنا المطر وجينا الحين ابو سيام بنتغدى هو غدا وهو عشاء بنسير الام بي كي اذا هو حالنا ان شاء الله بنسير الام بي كي بنشوف اذا نبي يبطي فاتح ترى بنسير برد إذا ما وحانا ترى فندق لما نصل للمغرب نسير نتمشى وخطأ في اليوم هاي مشكلة يخط في اليوم قمض برج أبوي موجودين في هالبلاد ما بنلطم إلا ثم يوم سوب وبناكل الأكل التايلندي أكل يوم عن خطرنا سير أنا شوفوا أنا دوم أقول في أي بلاد تسير لها أي بلاد لا تأكل المطاعم العادية مال اللي في بلادك كل الأكل مالهم مال بلادهم هذا أكيد إنه بيكون أجود وأمطع وألذ وأخير بلك 600 وديه ما شيء شرات يوم بتصير البلاد تأكل من أكلهم فلذلك الأكل التايلندي أنا أعشقه من الأساس يعني لكن ما يمنع إنك تصير إذا مطعم هندي مثل اللي أنا سرت له هاك اليوم اللي ها شاركول هذا اللي مش موجود حتى في أي بلاد في الدنيا إلا في تايلند وفي القرية هاي مالتهم فلذلك أنا يوم أي تايلند لازم أسير المطعم لأن المطعم هذا ما له أي فرع ثاني في العالم إلا في الهند روحه في القرية هاي هذا أبوي حط لنا نحل وحين هذا حق صلاح أيوة هذا حق أسد حق إبراهيم حطوا له أول واحد وأنا ثاني واحد Thank you أصلاً نسيت أخبركم على في أي مطعم مطعمنا هذا اللي أبينا أول البارحة اللي في سيام باراغون وطلبنا الله يحفظكم نفس اللي طلبنا أول البارحة قبقوب خضرة نمونتين وهذا بعد قبقوب بورقيات ما أدري شو شيء جديد لا ما بيبيان شيء جديد هذا هذا ليش ما بهامور سيباس سيباس مقلة هذا تشوفونه سيباس مقلة وايد لذيذ فوق ما تتخيلون الطلب دوم أطلبه أنا كريسبي ها صراحة يلا فوق عن الزين هذا ويجلون هذا اللي فوقها بعد يتخرفش يازل لذيذ طعمه من الطلبات اللي أنا أعرفها القديمة يعني سي بس ديب فراي وطالبين بعد شو اسم العيش إبراهيم توم يوم رايس توم يوم رايس الحمد لله بعد ربيان مقلة والثنين ديب فراي برون شيلي ويت كاليك زين ثانك يو يز ديب فراي سيبس المقلة انك تاخذ يجيك هنم القطعة كاملة سمكة كاملة لكن يحفرونها وتغدي هنمونه قرون سمكة قرون الفلفل غير قرينات فلفل وناضي بكتوم وحامز تعرف ابراهيم اخاف فلفل ما في لا ما في فلفل عمل قوة دراز هسه السوق المقلاة يشوفوا اللي كان داخلها كل السمك مالها وحين حافة هاي السمك حافة مقلاية مقلاة مسوية اللي في ظهرها ما يوجد البطن مسوينا قرينات هالنمونة صورت لكم إياها ألذ شيء في الأكل هو كله هاي مقلاة عادة مقلاة حافة لكن رقم واحد سيباس ديب فراي اسم سيباس ديب فراي موجود شيء ونتفي هذا في الكتالوج أسعار الأكل المطعم اللي نحن فيه هذا من أحسن وأجود المطاعم طلبنا أكل اللي طالبينه نحن أربعة لكن الأكل اللي طالبينه مال 12 آدمي مع هذا طلع سعره كم شوف الفرق
بين البارح واليوم، البارح ما أدري بكم، ما أتذكر كم، لكن هذا طالع أظني 26 أو 22 4000 لا البارحة لا 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 22 يعني الغاط خمس مرات أكثر لو هي لا 4 أضعاف هي ونفس اللي كان اللي يميز المطعم هذاك عن هذا فقط القبو اللي هو يميزه، عرف ثارت عنيده اللي أسب القبو، لكن نسبة لجودة الأكل في هذا المكان وايد جميل، الأكل لذيذ 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 إلى أبد. يلا من مول لمول، من سيان سنتر لسيان براغون لين هذا المول الثاني بعد تمونه اللي عقبها نسيت والله سمون عاد هذا، وبنسير بعد لين بيكي ونحن ماشي. أبوي يتهدد من شاف شنطي أنا هايل، قال لازم أبقى وحدة، وحين يومينا ما أبغى نفس اللون، قال بياخذ لون سيلفر. صلاح أي لون تريد؟ هذا لو هذا بغينا أصفر ما لقطنا، وايد فنانات هالمكان اللي هم فيه، في هال اللي بين سيام باراغون واللي من تظهر من سيام سنتر، سيام باراغون سيام سنتر المول هذا الثالث، هذا موجودات عند العام كان معروضات المكان هذا، والسنة يا أبوها هني يعني تبقى اثنين صغيرة وكبيرة، شو الرأي؟ بيطلع بيزات وايد عليه، شي مشكلة؟ خلاص أوكي يلا تو بعد سيم سيم أنا ها؟ أنت ليش تغار؟ يلا صرح مبروك مبروك مبروك. الشرطة القديمة حق منو؟ لا مو ها الأولي شو بتسوي فيها؟ ها أوكي تمورو أوكي تمورو نو بروبلم تمورو نو تايم تمورو تمورو يو دونت كيب فور هوم فور لوك نمبر هي سيد تيك ات اوت هي دونت نيد ات ما يعيب حلقة السيجارات شيء معلق في شراطة. ها صلاح صلاح حاسبت ولا بعدك؟ أنا شي خصني؟ سناط مالاتك أنت ما بمالاتي أنا؟ ها تعرف توقع؟ صلاح تعرف توقع؟ لازم أنت توقع حبيبي. صلاح عيب صلاح منو هذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. يونس صلاح الله. ها كيف حالك يونس صلاح؟ يونس صلاح صلاح هذا صلاح الحمد لله. صلاح تعرف انت هذا؟ كيف ما تعرفه؟ تسولف وياهم الصبح. كيف السلام عليكم الحمد لله. ابراهيم فروم تايلاند صلاح يقول لك الحمد لله. هي يلا انقفض انقفض يا صلاح. ايوه يلا ما شاء الله ما شاء الله يلا فوق شارت شارة الرين ابراهيم حق علينا يلا تعدل صلاح نزل نزل يوله اي هلا ريل ايوه يلا ركب الدحين ابراهيم سر منك ضك يا صلاح انا بحمسه انت وين وين الحين شيء مكان في النص حقي؟ لا لا تعرف لف ودور يا دريول لف ودور
ودور يا دريول لف ودور فجرن يا فور صلاح الخالدي فجرن يا فور الله كريم كيف صلاح يلا لف ودور يا دريول لف ودور فجرن يا فور صلاح بن احمد فجرن يا فور كم العادة اخ عليك اخ انا شيد الصباح يا مرحبا يا حي ذا الفال يلي نسيم ما ينعش الروح غض الغضيب الطف والحاس قد غزير ومبعد الصح يا خالي يا رجال يا رجال السلام عليكم مساك الله بالخير ابو محمد هذه سدره عندنا في الدمام السعوديه مطلعه كنار في الصيف خبرتوها ولا ما خبرنا سبحان الله الحمد لله هذا رجال انا جيت الله يسلمكم وطحت من عقب العشاء وهذا الرجال يحيي لهني تفيزر ابوي على شبريتي انا ما ادري هالرجال شو يبغي شو تريد انت لو سمحت فلوس شو تريد لا وانت بتقردين اللي ما لحد ولا ويا يا وحبني قبل وحيني راسي همزني هالتهميز ليش ليش هالتهميز الحين زي شو تريد فلوس زيت فلوس ليش شو تبي الفلوس ليش شو تبغى الفلوس ها ليش تبغى الفلوس؟ أريد أدري تريد ليش وين بتصير الحين أنا الليل؟ زي قول ما بخبر حد ما بخبر حد قول بفلوس أدور ما علي ما بخبر حد ليش تبغى الفلوس؟ هني سيارة فلوس حق السيارة؟ إيه وين بتصير؟ هنا وين؟ وين بتصير؟ هو أدري وين؟ أبا حيم مساج لا لا بعد لازم كل يوم هالمساج صلاح ما هو بابا حيم بابا حرام حبيبي تخلي ريولك يسوي لك حليب كل يوم كل يوم كل يوم بس بوديك حق ريال مال دكتور مال مستشفى يسوي لك شكرا عفوا أنا ما بمشكلة أنت المشكلة والله أسد شو نسوي حين؟ شو تسوي يا بابا قول تعال بابا نادي انت ووس ها؟ ووس زي يصير بيسوي لك بلاش لا ووس لا عيرك عيب ازاتي شو تباهن عاد هاي الشنطة مالك وصلت أشوف وين صغيرونة وين داخل أشوف طلحة خلي 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 نوم سوي نوم الزين في هالشنط الزين فيهن والغريب فيهن انهن انهن شوف ها شيل هالشنطه اللي داخل الزين فيهن انهن لوت لوت تحاول تفهقها ولا تعفصها ها 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 ولا يستوي عليها قد ما تدور وخفيفه خف الريشه وهاي كتم. هذا اسم اللي يسأل شنطة صلاح شنطة ليكون هذا بعد الوزن ما بل الاسم شو اظني هاي اظنها اسمها هذا بيكون اسمها ولا هذا اسمها الله اعلم ولا هذا كل واحد هذا انها ايميل الاشياء اللي مكتب عنها شنطة ما عقبها شنطة العام خذت انا خذت انا اللون هذا تعيدون هاي لك ملاك خير خالد انت لو الله يفقني متوحياتك أنا بخير خيخ بعد شنطة تبى مشيخة شنطة تبى مشيخة هاكو خدت تنتين الحين ما حد قال لك خيخ بعد الشنطة تبى مخيخة هذا اسمها بيكون وما بموجودات إلا عندهن عندهن عندهم في الوكالة هوي التونينة لحد يسألني عن المبنى شوفوا أول شيء سيام سيام براغون عقب سيام سنتر عقب البنايه اللي عقب سيام سنتر هم شتت هاي يسمونها هن مولات اللي عقب سيام سنتر هاك ما حافظ اسمها انا
وزينات وغاويات وضم الدنيا والدين. شيء ثلاثة ألوان لو أربعة كانها. أنا هاللي يازي لي العام خدته. هذا حين يقولون ما شيء من اللون. شيء شنطة واحدة عودة. لكن ست كامل ما شيء. أنا ما يعيبني حد بالوسط. أنا يعيبني صغيرون أصغر شيء والكبار. الحين شنطة ويدك لولا. إيه. شنطتين لولا. إيه. بس خلاص هي سر القد. خلاص. هي خلاص. بكرة بوديك حق مساج. يا صلاح حبيبي تعب عليك مساج كل يوم. كل يوم كل يوم كل يوم. ما بتعبان؟ أربابك ما بتعبان يقول. ها تعبان لو ما بتعبان؟ خلاص صبر 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 أشوف. صبر. تعبان شوف الحمد لله. شوي تعبان. ما تعبان. صار حبيبي تعبان. ما تعبان. صبر أشوف أشوف. ما. صبر أشوف أشوف شيء ثانك. ها. ما تعبان. أشوف أشوف. ها تعبان. 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 زين ها سو تشيز تشيز تشيز. لا لا الحين ما بتعبان الحين صح كلام. ما تعبان. إيه لا لا ما بتعب. أنت بخير؟ خير ما تعبان. يلا شنطة يلا تعال. ود الشنطة تعال. ود الشنط ويلا تعال بتصير تسوي له تودي حق مكان يسوي حق يقولك مساج تبع ما بخلص ولد حب مساج حق وين بعد مال فول بودي مساج ايه ها هذه امك مكسورة وتبرد ليش تخبر انت ليش تخبر خلاص هاي امك مكسورة وتبرد هذه هي اللي مكسورة وتبرد لا حول لا قوة يلا يلا ود الشنطة يلا تعب توديه انا ما يودي بلاد زين بنعطيك بيزات هالبيزات ها مال مال بانكوك ما اكثرهن ها لا خلاص يعطي واحد شنطه اثنين هو شو صلاح صلاح عطى الشنطه القديمه وين هذا ما ايجار لون الشيل شنطه ماشي مع ماما مو صلاح شو عيا شو بتسوي حينه لازم تاخذ له شنطه من متى الحين هو كم سنه شد اعطاك هديه روبيه ما في خمسة سنوات ول صلاح شري قادي يلا شكرا الحين قررت اسد انت تصير بتجيب لحد يسوون حق صلاح ريوله مساج ويرقد شو رايك بتصير انت هناك وين يجيبون المساج عندك رقم تليفونهم انت ايوه يجي تليفون احسن ولا يجي لا 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 تليفون ما يجي ها لازم بتروح من تاكسي بعدين يجيب صح شو رايك صلاح زين وين البيزات هم هذا كم يبون بيزات هم في اثنين نمنا هي الفيديو بعدين كل ما بحث كل شو انت مشكله والله يا صلاح مصيبة انت مصيبة خوف خوف اني ودوان خوف انسرت هناك كل حبة يصورك لكن هي لسه هني شوك الجوه قلبي بعد الله العظيم انت مشكلة يا صلاح دق على ابراهيم طبعا انت شوف تحت هذا فوق تحت مشكلة وين ابراهيم صلاح وجه راقد وبعدين بنحن بنرقد نحن جايين شو قصة هالسفرة كلها رقاب برقاد عنب ولا نض ناكل ونرد نرقد ونرقد ونرد ناكل هذا السفر إبراهيم إبراهيم هذا السفر من عقب من عقب رمضان ومن عقب العيد ومن عقب السهر السفرة مرة تكون متعبة هي عنب وياي من دار لندير إلا ناكل ونرقد ولا احتركنا يلا حيشت وانا نظهره يلا يلا بدك لا انت بتايلس بيجيبون لك شغلك لين مكانك إيه؟ هذا الرجال ابراهيم ها. بيخلي صلاح يجيبون لهذا الاخصائي مال المساج لين الغرفه زين احسن اخيرا ما بخليه يركض نحب نظهر انا ابراهيم بنتمشى شويه بنصير جده شرق وغرب مني ومن اكبر رد مشكله ما بشكرا هذا الحين فلوس انت روح يعطيها شركه خلي جيها نفر مال الدكتور يسوي مساج حق صلاح انت اسد انت اسد انت اسد عينك طايره الله اكبر ها شوف شوف وحده فيها عضلات تكسر ريول تكسر انا وخالد ها
حرام. لا ما بحرام. حرام انك تسوي مسح حرام حين حرام. يا الملاق انت. يا ربي هيا بيقول لك ما في النار بارد. يلا يلا سر سر. عندك مفتاح سيارة؟ مفتاح حجرك؟ انزين خل صلاح يا الهني داخل حجرة يوم بتي بتوعي سير حجرة صلاح وحجرتي تايلس مفتاح حجرة وين خلت الحجرة أنا بودي صلاح شوف 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 أسد نحن نحب نبدل بنظهر قبل ما نظهر بودي صلاح حجرته هناك بيايلس وبيترياك ليلتي صلاح هبحديدك عليك الباب تفتح يوم بيقول لك أنا أسد افتح افتح حجرتي انا؟ ايه انا بادريد واحد انا يجيني من شو لا هناك وديك حجرك. انا ليش؟ ايه زين يلا. وين تويد؟ وين صرت؟ حمام. حمام 24 ساعة حمام؟ قول. اخ عليك اخ كم مرة قال لا تقول هالكلام قدام الناس. عيب. نسيت يلا تعال. بالغلط. بالغلط ما عليه يلا شكرا. الغلط مرجوع يا صلاح. افاسحة. يلا نطق 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 الوحش بصيها انا ما عاد تصبر جواتيكن يا ربي تعالي عندي شرات هذا رجالي ليش لا مش رجال مش رجالي والله ايه ايوه وهذا بلا ريش هاي محتاسه هذا حق شر العرب ري الوحده وري الوحده كرفه انت اشوف اشوف هاي الله يخليك خير ان شاء الله الحبيب سولف ويا الجماعه ارمس اضحك وياهم يلا يلا سلموا على الجماعه تبغى تصورون ايه الحبيب لو سمحت ما تبغى تصور ليش هذا حاولت عليكم السلام مرحبا يا ويله اللي ما بيصور لي يسلم السلام عليك يا مرحبا يا مرحبا مرحبا الورد هلا الشيخ كيف ايوه انت اخو احمد كحيل والله مليون ونعم الله يسلمك جاتني بساعة رساله انه حد متخرج اظني ولدي راشد هذا ولدي راشد وربيع محمد ما شاء الله مبروك مبروك التخرج تستاهلون تستاهلوا هابوا تو متخرجون متخرجون متخرجين بارتي ولهم يعني الله يبارك لهم الله يبارك فيك متخرجين من شو ثانوية ما شاء الله هذا اكبر عن هذا نفس العمر بس الطول يختلف والله ياكل زياده ما شاء الله الله يحفظك يلا حبيبي هذا ابوي اخاف شيء ابوي عندهم التيك توك ابراهيم يوزلك التيك توك رقم واحد مرح واناس وسريع ويجيك الهواء من كل مكان تمشي شوي ساعه نص ساعه برد بنرجع شو بنسوي الحين المشكله جتنا السفره هذه من عقب رمضان وسهر وركضه وعيد وركضه وطياره واختلاف جو واختلاف مكان والساعة البيولوجية زين استلام الغرف ها استلام الغرف استلام الغرف مفروض يلسنا نتريا من الساعة 7 الصبح لين 12 ومتحنا محنة فهذا اللي ظهر علينا بطواله اي والله من يلا كلنا لا سنا نتمشى لا حطنا لا شرق لا غرب الحين شوف هاي كلهم ترى ولا واحد من اللي بيصور لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا كلهم ما يبون يصورون كلهم صوروني قالوا ترى نحن ما نبغى نصور وهذا ابوي من زياد صار جد السياره وهذا قالوا ان حرمه تيجي ما ادري شو وهذا قال ابوي قال احنا انا بسير العمره وهذا قال ابوي قال حق الاهل عندي علاج اي والله زين ها ونحن ابوي شفت حيله شو رايك في الموضوع؟ شفت حد الوت عنهم؟ لا اي والله الله يحفظكم ان شاء الله ونمسح الفيد وحلي منه ما يدرن يلا مع السلامه ما حلي منه ما يدرن ترى ريالكم كلهم ابوي هني في تايلند بتقول ما حد قالكم اللي بي وايح العرب لازم يعق الكاب ولا يرفعه شو رايك زين رفعته وايحت وياك ولا لا كلام سليم وانا شو اسمي خالد الخالد ايوه اشكر فنك امورك طيبه انت جاي تتمشى ولا جاي في علاج لا لا تمشى مش هو علاقتي اثنين لك انت ما شاء الله بخير لا مش انا اوكي اي سلم علي يدك كثير السلام يدك اعرفها انا ولا ما تعرفني واعرفها ولا لا ما امك
يدك؟ أمي تعرف. قول والله. أبوي. أبوك ها؟ سلم على أمك وأبوك يدك كثير السلام. ألف لا باس عليك يا يدك. ولد ما شاء الله ولد حفيدك نبيه وفطين تبارك الرحمن يا من هناك وياه وايه وسلم وتحفى ما شاء الله عليه رقم واحد ما ضاعت تربيتكم فيه الله يحفظه. لكم مزين مازينك يوم بتويح الآدمي لأن ريحته فنانة. هالرجال يبوك ويا هني ويبوك مريحته لا هي فوعة لا هي نرجس لا هي كيدة غير نمونه غير نمونه ما شاء الله تبارك الرحمن. أبوي من هالوين تبارك الله فيه. أنا من هالتبيطة. سهادك فنان وريحتك خذينة يا أبوك يسعد حظها لي ما أخذتها. طال عمرك. أنت معرسة؟ لا تجوزني؟ لا حب ما عندي حد أبوي أنا حدي حال. الله يحفظك يبارك فيك. يا أبوك يسعد حظها لي بتاعكم. أنا ترى برد أبوي ورا بكرة. يوم الثلاثاء إن شاء الله طيارتي بطير من مطار بانكوك. مطار تايلاند. بطير الساعة 8. بنوصل بوظبي الساعة 6. 6:30 ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بنعين من الخير بنرتاح وشوي بطالع البيت علومه واخباره وشيء حدث هام بيكون في دبي وبكون انا مسوي الترتيب وعندك ودونك شيء ياخذ العقل ما نعلن عنه اول ادمي بيعلن عنه انا ان شاء الله يوم الأربعاء الساعة 3 الظهر بيكون موعدنا حدث كبير جميل حدث ما شيء شرات حدث متريون العرب من هالكثر سنة وحين جاهز بالغ شفت الشيء اللي يخدمون كم من سنة حق يبلغ هذا تو بالغ الحين ولغيت زاهب للأكل ما يتشاهد شبه صور تعال جاي صورني أنا للصورة هو هذا التحينة بس عاد أنا رأس الفارطة هاي زين أنت معرسي؟ نعم ما شاء الله شركة بنية لو وليد؟ لا بنية بنتين نعم شو مسمنهن؟ مريم وسلام تبارك نعم. أحلى الأسامي نعم الله أحلى الله الأسامي الله عندك أبوي قدامك مريم بنت سلطان نعم وسلامة بنت سلطان وسلامة بنت حمدان نعم كلهن أبوي شيخات ونعم يا سعد حظك ونعم ونعم الله يبلغ يبلغك إن شاء الله في ذرية آمين يا رب الله الحين منو البنادول؟ البنادول؟ إيه أنت أبوي بنادول الخلق كله الله يسلم نعم شفتوا وين ما تبون تبون يا تحاجة لازم ما تحاجة سميني بنادول بس حيار وحيسد الله يسلم سلم على فريجك وعلى أهلك الله يعزك الله يعزك خلينا الله تعرف شو بتهلع عليه؟ خبز رقاق بمشاوى هذا خبز رقاق على مشاوى وبيض وجبن هذا نوع ونوع ثاني قالوا يحطونه انه شبس عمان ويا ما ادري شو ما ادري شو ما ادري شو الحين هذا اللي انا اخذته فنان 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 زياده على اللزوم ويا عاد حليب كرك شو خليت؟ قطو فرن بمصير انا ومشاوى شو خليت؟ This is which order now? بيت جبن مهياوة ها؟ بيت جبن مهياوة اوكي وير اي ام ناو؟ نادية؟ نادية كراك نادية كراك 24 اول يس كم تايلاند قولي لي ثانك يو سمعت ابراهيم سمعت ابراهيم سمعت شو قالت؟ خليلها مسكينة اي والله فهذا ابني وغوي ها ثالث طلب اطلبه هذا جبن مع مهياوة مع بيض وين نسيت انا عاد شفت اهل ابوي ها مدام مدام ذا اوردر وات ات واز جبن بيت جبن مهياوة بيض جبن مهياوة بيت جبن مهياوة هي نادية كالات اوبن 24 كام تايلاند ثانك يو هذا ابوي عصير سنطرة يوجد في سيام باراغون ويوجد في سيام ايكون هذين ماركته على ما تشوفون اللي منكم بيقول شو الطعم عصير سنطرة هالنمونة له اللي يبقى يعني شفتوا اللي حاط اربع حنايل شكر ودايفنهن زين ما زين ليه ما دابن وعصر عليه النص برتقالة شو تتوقعون شير شكر ريجف حتى عبارة دبس والله يا أبوكم عبارة دبس سبحان الله اللي تقولون ما حد قال لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحدة هدية هاي اللي وحدة وحدة لصلاح
عاد وين منهن الليلي أنا وين منهن اللي حق صلاح، هنتين هدايا انزين ومكتوبة وهذا الكرت اللي عليهن وين ما أريد أطلع الاسم اللي تحت انزين ما هي بتشي سد انزين لأن ما بروم أضحر الاسم اللي تحت فما يبون حد يعرف وين جايات هاي الأشياء. المراد ما بهاي المشكلة، المشكلة ما بعارف وين الليلي أنا وين الليل صلاح، الكرت أبوي محطوط هني على هذه وحين كل هني شابهن وحد ما بعارف يعني شو الحل، يعني كيف أعرف وين مالتي أنا وين اللي صلاح، هاي وحدة هذه وحدة هاي ما أدري شو الحل. المهم شكرا أبوي اللي أندبوا هذا الشيء الفنان، شيء تقريبا شو الصناديق شايل فيهن لكن يبين عليهن أشياء زينة وفنانة وكل روز ثجيل، العلم عند الله شو داخل. المهم شكرا جزيلا للي أندبوا هذا الشيء، وما بصور اللي داخل عسب ما حد يتوحاني. مرحبا يا حي ذا الفال يلي نسينا ينعش الروح، غض غضيض الطرف والحاس قد غزير ومبعد الصح يا خالي يا رجال يا رجال.